سيرشدك الفيديو التالي إلى كيفية تقديم الطلب لتصبح مستفيدا من قانون الناجيات الإيزيديات العراقي رقم 8 لسنة 2021. إذا كنت امرأة أو فتاة من المكون الإيزيدي أو التركماني أو المسيحي أو الشبكة التي قام داعش باختطافها، أو إذا كنت ناج إيزيدي اختطفه داعش عندما كان قاصرا، أو إذا كنت ناج أو كنت ناجية من حوادث الإعدامات الجماعية لداعش وينتمي إلى أحد المكونات الأربعة المذكورة أعلاه، يمكنكم تقديم الطلب للحصول على مزايا قانون الناجيات بإحدى الطريقتين التاليتين: أولاً، التقديم المباشر للطلب عن طريق النافذة الإلكترونية الخاصة بمديرية شؤون الناجيات. ثانياً، تقديم الطلب عن طريق الاجتماع الشخصي مع المديرية، ويتم حجز موعد اجتماع عن طريق النافذة الإلكترونية. مديرية شؤون الناجيات هي مؤسسة أنشأتها حكومة العراق لتنفيذ قانون الناجيات. الفيديو التالي هو دليل مفصل خطوة بخطوة لعملية حجز موعد مع المديرية للحضور شخصيا لمكتبهم والحصول على دعمهم في تقديم الطلب. يرجى الاطلاع على دليل فيديو آخر لتقديم الطلب مباشرة من خلال النافذة الإلكترونية. للدخول إلى بوابة أورا الإلكترونية لغرض إنشاء ملف الشخصي ومن ثم تقديم طلب، يرجى الدخول إلى العنوان الآتي: ysl.or.government.iq. بعد إدخال الرابط ستظهر لنا هذه الصفحة، نضغط على تسجيل الدخول عبر بوابة أور الإلكترونية. نكتب رقم الهاتف ثم نضغط على إرسال. سنستلم رمز التحقق كرسالة نصية على هاتفنا المحمول. ندخل رمز التحقق ثم نضغط على تأكيد، وهكذا قد تم تسجيل الدخول. ندخل الاسم الأول واسم الأب واسم الجد والكنية أو اللقب وتاريخ الميلاد ومكان الولادة، ثم جنس مقدم أو مقدمة الطلب والحالة الاجتماعية وعدد الأطفال، القومية والديانة، ثم نختار البلد ونختار محافظة الإقامة الحالية وقضاء الإقامة الحالي، محافظة الإقامة السابقة وقضاء الإقامة السابق. ندخل تاريخ الاختطاف ومكان الاختطاف، ثم تاريخ النجاة ومكان النجاة. ندخل رقم الهاتف ورقم آخر الهاتف. يجب مراعاة إدخال رقم هاتفين، ثم نضغط على تعهد وسجل. لطلب موعد مع المديرية نضغط على طلب موعد. نقوم باختيار تاريخ الموعد، من هنا نختار الشهر، ومن هنا نختار اليوم. نختار مكان المقابلة ثم وقت المقابلة ونضغط على قدم. عند الانتهاء من تقديم طلب مقابلة ستظهر لكم هذه الصفحة، يرجى حفظ الكود لغرض استخدامه لاحقا، وكذلك تنزيل الاستمارة.